محمد مرابط نائب رئيس جهة الشرق. وانا رحنا فرحانين اللي رحنا دابا موجودين هنا معكم في باريس في هذا الصالون تاع لي موبيليي. الحاجه الاولى اللي بغينا هنا بعد جينا كمؤسسات لان هذا العام الجهة الشرق هي الجهة الونور، هي اللي عندها حصلها الشرف باش تكون هي جهة الونور هنا. لاحظت منذ سنين وحنا كنخدموا مع الجالية ديالنا ما عندناش اون باز دو دوني، ما عندناش، وهنا اللي بغيت ندخل الجمعيات ولي ريزو ديالنا في الخارج في اوروبا كلها سيرتو باش نبديو. حنا مزوق فيكم، اعطيونا شكون هما الناس ديالكم. على جوج حوايج بغينا، اولا شكون هما الناس اللي يقدروا يستثمروا باش نتصلوا بهم ونقول لهم المساعدات اللي رحنا موجدين لهم. والحاجه الثانيه بغينا نكرموا ولاد الجهه الشرقيه اللي خرجوا علينا هذه شحال، كاين اللي كي بروفيسور كارديولوجي، كاين اللي ولا في لامازا، كاين ما عندناش اخبار عليهم. بغينا نلاقيوهم ونجمعوهم كلهم في واحد النهار ندير لهم تكريم في الجهه الشرقيه. وهنايا كنحملكم المسؤوليه انتوما الجمعيات انتوما لي ريزو باش تجمعوا لنا هاد لاباز دو دوني وتعطيوها لنا، لحقاش بوحنا ما غادي نديروا والو. سي الا ما خدمناش يد في يد معاكم راه ما غادي نوصلوا حتى لشي حاجه. شكرا.